تعولون على موقفكم على الموقف الشعب البحريني للتصدي لصفقة القرن، أم أن ما تقرره الإدارة الأمريكية سيكون في المنطقة؟ نحن لا نقلل من أي جهد شعبي في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي مقاومة هذا المشروع البائس الذي يعني أنا أعتبره فاشل في مهده. اليوم افتتح هذا المؤتمر وواضح من ما يطرح فيه الفشل الذريع الذي هم يسيرون إليه. ليس هناك تجاوب حتى من الذين حضروا في الاستجابة لقضية الالتزامات المالية التي يريدون أن يحلبوها من رجال الأعمال ومن بعض الدول العربية. في الواقع يعني الجهود الشعبية هي التي أفشلت كل أشكال التطبيع التي حدثت منذ عقود. انظر إلى أوسلو وانظر إلى كامب ديفيد وانظر إلى غيرها من يعني اتفاقيات الهوان والاستسلام والذل، كلها لم تنجح لأنها على مستوى رسمي يعني بمعزل عن إرادة الشعوب وعن رغبة الشعوب. يعني إلى اليوم رغم مرور أكثر من 30 سنة على هذه الاتفاقيات تجد الشعب المصري مثلا الذي يضطهد وبالقوة وبالحديد والنار هو يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني ولا يقبل أبدا هذا التطبيع، وكذلك في بقية الشعوب الأردن وغيرها من الشعوب العربية والإسلامية. فالجهد الشعبي هو المستهدف. الصهاينة يعلمون جيدا أن الشعوب هي التي يجب أن تطبع، ولكنهم يشعرون أيضا بالفشل الذريع في هذا الأمر. لذلك عندما يتشنج هذا الصهيوني الذي يعني يتكلم من مكتب رئيس الوزراء الصهيوني ويقول تطبعون غصبا عن أنوفكم، نحن سنطبع مع أولياء أموركم وسيأتون صاغرين، انظر إلى الاحتقار، ولكن يدل أيضا عن فشل وغضب يعني. نعم، تقصد الصحفي الإسرائيلي الذي قال بأن العروش والكروش ستكون في خطر لمن لم يحضر هذا المؤتمر. نعم، هذا التهديد يدل على الفشل، أنهم لم يستطيعوا إلى الآن أن يطبعوا مع الشعوب ويعلمون أن هذا الطريق صعب، لذلك يراهنون على القوة وعلى ترامب وعلى الضغوط التي تحدث. لكن يا دكتور ناصر، في المقابل هناك من يرى بأنه هذه الآن فرصة سلام، لماذا تعارضون السلام؟ البحرين اليوم يستقبل هذا المؤتمر لأنه يتجاوب مع السلام. القضية الفلسطينية أصبحت مشكلة معضلة مزمنة لابد من حلها. يعني رئيس مجلس إدارة قناة، اسمح لي دكتور، رئيس مجلس إدارة قناة العربية سابقا عبد الرحمن الراشد الكاتب السعودي يقول لك اليوم أنه هذه فرصة أمام الفلسطينيين، إما أن يقبلوا بها أو ستكون جنازة دفن القضية الفلسطينية، هكذا بالحرف قال. هذا بوق انبطاحي مفتون بالصهاينة وبإسرائيل. نحن نقول السلام مع من؟ إذا كان طرف القضية الأساسي الذي يتضرر والذي أرضه محتلة يرفض هذه الجهود، سلام مع من؟ سلام مع الغاصب، سلام مع القاتل، سلام مع المغتصب. هذا المغتصب وهذا القاتل الذي يتكلمون ويبررون أنهم يسعون إلى السلام هو يتعمد أن يذل كل من يوافقون على الجلوس معه وكل من يستضيفونه ويتحداهم ويعتبر أنهم مجبورين أن يجلسوا معه وأن هناك من يجبرهم على ذلك. أي سلام وأي يعني تنمية وأي ازدهار، كلها أكاذيب، وكل هذه الشعارات التي نسمعها من بعض الكتاب المنبطحين المطبعين ما هي إلا عملية محاولة استحمار، وفي الأخير هم لا يستحمرون إلا أنفسهم لأن الشعوب أصبحت واعية ولا تنطلي عليها هذه الخزعبلات وهذه الأكاذيب. اليوم الناس بدأت تعرف تفاصيل التفاصيل في كل ما يجري في الغرف المغلقة مع الزعماء. هذا الواقع